اخبار شوفوا الرابط بينها ازاي وقيسوا انتوا. عناد فايلر يهدد مسيره الاهلي محليا وافريقيا، ايه الحكايه؟ انه الراجل اصر على عدم تدعيم الفريق بصفقات قويه في الماركاتو ورفض اكتر من لاعب عرضوا عليه النادي وقال لك انا مش عايز حد وما تلزمونيش باي حد. بس في متن نفس الخبر اكتفى المدرب السويسري بضم صفقه وحيده حتى الان هي طاهر محمد طاهر، وحاولت اداره النادي اقناعه باكتر من واحد قال لهم ابدا لا يمكن مش هيحصل. فايلر رفض كل هذه الصفقات واحرج لجنه التخطيط في الاهلي. ممكن؟ طيب في موقع تاني او نفس الموقع تقريبا بعدها بيومين، بلجيكا كلمه السر في صفقه انتقال مليكه للاهلي، وانه بعد ان نال اللاعب اعجاب السويسري نيف فايلر المدير الفني اللي منح الاداره الحمراء الضوء الاخضر هاتولي مليكا، ما كان لسه امبارح رافض كل حد. لكن تلاقي موقع تاني، دي على فكره نفس الموقع، نفس الموقع عنده ازمه مع اللجنه ورافض كل الضغوط اللي عليه وبيلح عليهم ويقول لهم هاتوا لي موليكا ده كويس. انت عارف الخبر اللي وراه على طول؟ انه نال اعجاب فايلر وقال لهم انا عايز موليكا. طيب اللي بعد منه، فايلر يبحث ملف الصفقه الاجنبيه مع الاهلي بعد تعثر مفاوضات سيرينو، وقال لك يتطلع المدير الفني لبحث اللاعب المرشح للفريق في ظل تعثر المفاوضات لضم الاوروجواياني جاستون سيرينو لاعب سان داونز. المدير الفني بيعقد جلسات مع اداره القلعه الحمراء لبحث هذا الملف حيث يرغب في ضم لاعب اجنبي متميز. وبعدين هو عايز ولا مش عايز؟ الاقي موقع تاني، فايلر يستفسر من الاهلي عن مصير صفقات الصيف قبل العوده من سويسرا. الله، ما هو ما كانش عايز وبيلح عايز. لكن الاقي موقع تاني، اربع نجوم افارقه او اربع نجوم يترقبون العوده الى الاهلي، وفايلر يطلب صفقة سوبر لدعم الهجوم. عايز صفقة سوبر لدعم الهجوم وما كانش عايز. ألاقي موقع تاني، فايلر يطلب الاجتماع بلجنة التخطيط لتأخر الصفقات. يا عم إيه بقى؟ وبعد كده ألاقي محدش عايز أنجولي، الأهلي يفتح المزاد على بيع جيرالدو، وإمبارح جيرالدو يبدأ المباراة أساسيا برضه بالملعب. فايلر انفجار في الاهلي، فايلر يطرد صالح بسبب وزنه الزياده ويبلغ الاداره مفيش فايده. لكن الاقي بعد كده صالح جمعه بيجهز مفاجاه لفايلر قبل قمه الاهلي والزمالك. كل ده تطلعوا منه بايه؟ يمين وشمال وكلام ملوش علاقه ببعضه. عن نفس الشخص، عن نفس الموضوع، داخل نفس النادي والفريق. فايلر والصفقات واللعيبه. وكل يوم كلام عكس التاني. يعني كل يوم كلام عكس التاني. هي المقصود بيها، احنا بنعذر الاعلام ساعات يا استاذ ابراهيم، احنا في توقيت لحد بس عجله الدوري ما تدور كده وتبتدي اخبار الكوره تبقى هي اللي بتتصدر المشهد، هتسمع من الكلام ده كتير. طيب هتسمع من الكلام ده كتير، وبنفس الموقع عنده نفس التضارب في نفس التوقيت. ده كان كلام في الغربال، أعتقد ظهر منكم أو لكم فيه الغث من السمين، لكن دائما وأبدا